اعطيتكم اياها وانتم حليتوها، بس انا راح احلكم اياها مره ثانيه ما في اي مشكله. يلا بعد اذنك خليك معي يا رفيده. حبابي مش عايز اسمع صوتك. سؤال تاسع، شو عم بيقول السؤال؟ عم بيقول في عندي مجموعه من المجموعات عناصرها وين موجودين؟ في مجموعه الاعداد الموجبه الصحيحه. هاي الاعداد لو قسمتها على 10 يكون الباقي تبعك شو راح اسميه؟ راح اسميه اكس. مين بيشرح لي شو هي الجمله بالاصل؟ شو معناتها هي؟ بده الاعداد اللي باقي قسمتها على 10. حلو، بده الاعداد اللي اصغر من ال 200 صح؟ اللي باقي قسمتها على 10 بيساوي باقي قسمه 43 على 10. شو باقي قسمه 43 على 10؟ 3. معناتها فينك تشيل هاد، شو تخلي بداله؟ خلي بداله 3، تعتبر كان 4 ما موجوده. بدي مجموعه، بدي الاعداد الاصغر من ال 200 اللي اذا قسمتهم على 10 شو بكون الباقي تبعهم؟ 3. مين هن؟ 3 بعدين 13 بعدين 23. ايش قد الفرق بيناتهم؟ 10. الفرق بيناتهم 10 10 صح؟ اخر واحد فيهم مين هو؟ 193. شلون بوجد العدد تبعهم؟ عن طريق القانون، او اذا بدك تقول لحالك اخر حد ناقص اول حد تقسيم ايش قد؟ على 10 زائد 1. شو بيعطيني؟ بيعطيني 20. اللي بعده شد شد شلفتوا انتم؟ يلا انا اسف 20. تاكدت لك من الجواب، قلت بركي بيطلع معكم صح، طلع خطا. يلا اللي بعده، اللي بعده مثله تقريبا او حلينا مثل قبل شوي تتذكروا. مجموعة الاعداد الصحيحة الموجبة اللي باقي قسمتها على اكس يساوي 3. اكس اكبر من الواحد، حلينا مثل قبل شوي تمام. ايوه بنطرح 3 من الطرفين، شو بتصير هاي؟ 120 تساوي صفر صح؟ عند الاكس. بمعنى اخر ابحاث عن قواسم مين؟ قواسم ال 120. من هي ال 120؟ هي 2 ضرب 60 يعني هي 4 ضرب ضرب 30 يعني هي عبارة عن 8 ضرب 15 يعني هي عبارة. اي كتبت الجواب هون 2 اس 3، اصلا كانت 3 ما حيت كتبت 8. بضيف لهون 3 شو بتصير؟ بضيف 1 شو بتصير؟ 4 ضرب 2 ضرب 2 شو بيعطيني؟ بيعطيني 16. شو بكون جوابي؟ ناقص 1 شو بيعطيني؟ 15، لانه راح تبدا بعد الواحد صح؟ لا تنسى. يلا اللي بعده سؤال 11، بيتا تساوي اكس تنتمي الى زد الموجبة 307 7 موديل اكس، اكس اكبر من 1. بطرح 7 شو بتصير هاي؟ 300 صح؟ شو الباقي هون؟ 0 موديل اكس صحيح؟ هلا فينك تحلليهم. انا بقول 2 ضرب 150 صح؟ او 4 او 2 ضرب 150، ال 150 هي 2 ضرب 75، بضيف اثنتين مع بعض صار 2 بالاس 2 ضرب 75، هي 4 ضرب 75 تمام؟ 175 هي 25 مربع ضرب 3 صح؟ بضيف ل 2 1 شو بتصير؟ 3، بضيف لهي 1 شو بتصير؟ 3، بضيف لهي 1 شو بتصير؟ 2 شو بيعطوني؟ بيعطوني 18. ولكن شو بدي اطرح منهم؟ بدي اطرح من الواحد شو بصيروا؟ بصيروا 17. اي وحده هدول؟ اه ما بعرف مين كان سهران بالليل وعم يجمع، لسه في كثير قوانين نفسه تقريبا. اي يلا فكروا فيه بنفس الطريقه. لا مو نفس الطريقه، انتبهوا في اختلافات شوي تمام؟ اي لانه ما لانه هون في 36 ما في 12 ضرب 18. هذا خذوا من الخيارات الموجودين تحت، جربوا لكم شي واحد منهم.
جرب 30. نجرب 30. 30 بيمشي الحال. 30 30 بيمشي الحال. ايه 30. ليش 30 بيمشي الحال؟ 30 اذا قسمته على 12 شو بيعطيني؟ 6. اذا قسمته على 18 شو بيعطيني؟ اذا قسمته على 18 بيعطيني 12. صحيح. 30 هو قيمه اكس. ايه قيمه الباقي هون. ما قيمه ا. شو بدنا ناخذ هون؟ لا احذر ليش راح احذر ليش راح ناخذ 30 ويزبط. لانه 30 بقسمته على 12 6 صح. اوكي ما في مشكله. 30 بقسمته على 18 12. اوكي انت نحن ما عم ناخذ اه شو راح اخذ 30 بقسمته على 36 ايش قد؟ يعني اكس ايش قد؟ اكس هي 30. يعني اخذتها لقمت اكس نفسه اه ايوه لانه كلهم اصغر من اللي بعده. هذا ما في. لا لانه بتعرفي ليش انه اعداد كبيره راح اروح لك وقتك على الفاضي. اللي بعده استعملتها في طريقه ثانيه. تفضل. هذا ال 12 و 12 بيكون صفر فبالتالي لما نقارنها مثلا بالاولى اللي هيك عم يمشي اي كيو. والله خطا. ايه تصبط اي كيو. يلا اللي بعده اكس باقي قسمته على عدد ما بعرف شو هو. هو اه اكس مربع باقي قسمته على عدد ما بعرف شو هو. نفس العدد طبعا بي. اكس مكعب شد باقي قسمته جي. اكس بالاس 4 شد باقي قسمته دي. اكس بالاس 5 عفوا دي حطيت هون ام. اكس بالاس 4 بقسمته دي. اكس بالاس 5 قسمته ايه. بعدين اكس بالاس 6 ايش بقسمته اه. طيب خليك معي. شو طالب مني؟ طالب مني اكس بلس 2012. انا راح لاحظ هون مين بيعطيني الدوره هذه عم تتكرر كل امتى؟ كل خمسه صح؟ كل خمسه معناتها بقول قول هو اكس بالاس 2010 شد راح تكون برايكم؟ راح تكون اخر واحد فيهم اللي هو اي مضاعفات الخمسه صح؟ اكتبوا مضاعفات الخمسه. بقي انا عندي اكس في الاس 11 مين هو؟ هو اه اكس في الاس 2012 مين هو؟ هو بي. بعيدوا له. تمام تمام سهل. مين بيحل لي 15 ننبسط كلياتنا سوا؟ ايه سؤال 15 ومين بيشرح لي ليش؟ صفر بيطلع؟ ما بعرف ماني متأكد. يلا خلينا نشوف. واحد بالأس 17 مين حله أول شيء؟ طلع صفر رشيد. تعال نشوف. هذا كله باقي قسمته عش عم أقسم عش قد 13. سألكم سؤال. واحد بالأس 17 قد؟ راح تضل واحد. طيب 2 بالاس 17 شو هي؟ 3. هي 2 بالاس 17 يعني هدول خليهم مثل ما هن. اللي بعده ايش قد؟ 3 بالاس 17. طيب نجي لهون 12 بالاس 17 مين هي؟ هي ال 12 ناقص 1 بالاس 17 صح؟ هيك اتفقنا؟ 12 بالاس 17 باخذ قسمته على 13. 12 و13 ايش الفرق بيناتهم؟ ناقص 1. ناقص 1 بالاس 17 ناقص 1 معناتها هذا ناقص 1 صح. طيب 11 بالاس 17 الموجود هون هو عباره عن ناقص 2 بالاس ايش قد؟ طبعا كلهم السالب راح يطلع سالب والموجب راح يطلع موجب لانه 17 و17 فردي. تمام. طيب هلا بختصر
مهمتي وين؟ ايوه مهمتي بالاختصار. طيب انا راح اختصر، راح اختصر هذا مع هذا. هلا السؤال لو كان العدد تبعهم هذول زوجه فراح يروحوا كلهم مع بعض ويطلع صفر. بدي انتبه اذا كان فرده راح يضل معي جواب واحد او ما اصبح شيء. طبعا هن بما انه من الواحد ل 12 فهن شو؟ هن 12 ناقص واحد وزائد 12 عدد سالب، 6 سالبات و6 موجبات، صح؟ شو راح يعطوني؟ راح يعطوني صفر. يلا آخر واحد. بيقول لك عنده خمسة خمسة. مين حلو هالتمرين؟ طيب ايه صح. طيب يعني بمعنى اخر خليك معي بعد اذنك. اول شيء انا شلون اوجد باقي قسمه عدد على تسعه؟ بجمع ارقامه وبجمع ارقامه وبقسمه على تسعه، صح؟ تعال نجمع ارقامه. هون في عندي كم؟ خمسه. 43 خمسه بمعنى اخر 215، صح؟ 215 تقسيم ايش قد؟ تقسيم تسعه مع ارقامه، صح؟ بيطلع من بيطلع معك هون 8، معناته اكس ايش قد؟ اكس 8. طيب نجي على السبعه، شو بتعطيني السبعه هون؟ 210. 210 بقى قسمته على 9 ايش قد؟ 3 على 9 كله على 9، تمام؟ معناته واي ايش قد؟ واي 3. هلا شو بده هو؟ بده اكس مربع. شو يعني اكس مربع؟ 64 ناقص 3، صح؟ شو بيعطيني؟ 61. ال 61 باقي قسمته على 9 ايش قد؟ 7. هلا قبل ما اترككم انا صار لازم اودعكم، بدنا نحل صفحه 463.